أهلا وسهلا بحضراتكم في سلسلة حلقات مرض السكر والصيام في رمضان. وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن مجموعة الحلقات دي هتكون مميزة جدا، عشان هيكون فيها الرد على أهم تساؤلاتكم، وكمان هنعرف فيها أهم النصايح عن الصيام مع مرض السكر، وخاصة إن صيامك لساعات طويلة هيعرضك لمخاطر كتير زي الجفاف واللي ممكن يوصل لدرجة فشل الكلوي، وخاصة مع كبار السن أو انخفاض مستوى السكر في الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومن أهم الطرق اللي هتساعدك إنك تتجنب المخاطر دي إن هيكون نظام أكلك بشكل سليم. فخلال الحلقة دي هنتعرف على العادات الغذائية الأكثر ضرراً واللي ممكن تعملهم خلال شهر رمضان، والمفروض منك إنك تتجنبهم. عشان كده خليك متابع معايا، وكمان شارك غيرك في الثواب وساعده إنه يصوم بأمان. وما تنساش توصل نفس المعلومات المهمة دي لغيرك، وتعمل لايك وشير ومنشن على الفيسبوك، او كمان تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو كنت بتتفرج على اليوتيوب، عشان تتاكد ان يوصلك مني كل جديد. انا الدكتور حسن مصري، مدرب مرضى السكر. خلال شهر رمضان لازم كل واحد فينا يحط لنفسه خطه لنظام غذائي صحي، علشان لو اهتميت بشكل وجبتك ونظام اكلك ده هيساعدك كتير عشان توصل لاهم اهدافك مع الصيام. والاهداف دي زي 1 انك تتجنب انخفاض مستوى السكر في الدم، وخاصة في اخر ساعتين من صيامك قبل اذان المغرب. 2 انك تتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد وجبة الفطار او بعد وجبة السحور. 3 انك تتجنب الجفاف، وخاصة بسبب صيامك لساعات طويلة وفي درجة حرارة جو عالية. 4 انك تتجنب الزيادة في وزنك، وخاصة ان في كتير مننا بيعملوا وليمة مع الفطار، فزيادة حجم وجبتك دي بتزود من حجم السعرات الحرارية اللي داخل جسمك. أو من أهم أهدافك إنك تتجنب الزيادة في وزنك بسبب قلة نشاطك البدني مع الصيام. وبعد ما عرفنا إيه هي أهم أهدافك لنظام غذائي صحي، فدلوقتي جه الوقت إنك تعرف إيه هي العادات الغذائية العشر الأكثر ضرراً مع الصيام خلال شهر رمضان، وتحاول تتجنبهم، واللي هم: العادة الغذائية الأولى، إنك تاكل ما بين وجبة الفطار والسحور. فكتير مننا ممكن يأكل أكتر من وجبة صغيرة خلال الفترة دي، وده لوحده سبب كافي لرفع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة. أما العادة الغذائية التانية إنك تخلي وجبة فطارك كبيرة جدا، وجبة كبيرة بمعنى إن يكون فيها أكتر من 1500 سعر حراري، ومش عايزك تقلق من الشكل المفروض يكون عليه وجبتك وإزاي تحسب السعرات الحرارية اللي فيها بشكل تقريبي، علشان خلال الحلقة بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله هساعدك إنك تفهم الموضوع ده بالتفصيل، وهيكون فيها أكتر من مثال لنظام فطار وسحور عشان يتناسب مع كتير مننا. بس دلوقتي لازم نعرف إن لو كانت وجبة فطارك كبيرة جدا ده سبب كافي لرفع مستوى السكر في الدم، وكمان هيكون سبب واضح في زيادة وزنك. أما العادة الغذائية الثالثة إنك تاكل كميات كبيرة من الفواكه المجففة اللي هي يميش رمضان، زي المشمشية والتين والقراصية، واللي بتعمل منها الخشاف، واللي فيها كميات كبيرة جدا من السكريات، واللي هي كافية انها تعمل ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم. اما العادة الغذائية الرابعة، ودي من اسوأ العادات، انك تاكل كميات كبيرة من حلويات واللي هي مليانة بالسكر زي الكنافة والقطايف، وبكده هتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة. اما العادة الغذائية الخامسة، انك تفطر او تتسحر بسرعة وفي وقت قليل، وده اللي بيزود من كمية أكلك أكتر من اللازم. ولازم تعرف إنك عشان تحس بالشبع لازم معدتك تبعت إشارات الشبع للمخ، واللي بتاخد من 15 ل30 دقيقة من بداية أكلك. أما العادة الغذائية السادسة، إنك تنسى تسحر أو تسحر بدري قوي مثلا على الساعة 12، وده سبب لانخفاض مستوى السكر في الدم قبل الفطار، وخاصة بسبب طول ساعات صيامك. أما العادة الغذائية السابعة، وطبعا كلنا عارفين ان في نوعين من الكربوهيدرات، نوع من الكربوهيدرات بيرفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي، ونوع تاني من الكربوهيدرات بيرفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد وبسرعه، واللي هي زي السكر والبطاطس ومنتجات الرز والقمح. وانك تاكل كميات كبيره من الكربوهيدرات اللي بترفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد مع وجبه السحور سبب لارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم بعد السحور. أما العادة الغذائية التامنة، إن يكون أغلب أكلك مقلي في الزيت، وده
ليه تأثير سلبي على صحتك بشكل عام، وخاصة مع استخدامك للزيوت الصناعية الغنية بالدهون زي زيت النخيل أو زيت جوز الهند. أما العادة الغذائية التاسعة إنك تقلل من نشاطك البدني، وده هيكون سبب في زيادة وزنك. أما العادة الغذائية العاشرة والأخيرة إنك تنام لفترات طويلة، وده برضو سبب في زيادة وزنك. وفي نهاية الحلقة لازم نعرف إن التغذية الصحية مش بس هتساعدك في التحكم بمرض السكر، لا دي كمان هتساعدك في التحكم في وزنك، خاصة لو كنت بتعاني من زيادة في الوزن أو السمنة. علشان كده في الحلقة الجاية إن شاء الله هنحط دليل كامل لخطط التغذية الصحية خلال شهر رمضان، وده عن طريق اتباعك لثلاث خطوات سهلين جدا، وكمان هنقدر نشوف مع بعض أكتر من مثال لشكل الوجبة المناسبة لكل واحد مننا، سواء في وجبة فطار أو في وجبة السحور، وكمان هنعرف إيه هي كمية ونوعية السوائل أو الحلويات المسموحة لينا، وبكده هنقدر نصوم إن شاء الله بأمان ومن غير ما نعرض نفسنا لأي مخاطر. عشان كده خليكم دايما متابعين لجميع فيديوهاتي الجديدة كل أسبوع، وياريت كمان توصلوا المعلومات المهمة دي لأكبر عدد من أشخاص عن طريق مساعدتكم في عمل منشن وشير للفيديو ده، وكمان تعمل لايك ومتابعة وسبسكرايب.